اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل قعدتنا ودردشتنا الحلوه مع نجمتنا الحلوه الجميله، جميله من جميلات الفن المصري، الفنانه الجميله ندى بسيوني، اللي كنا بنتكلم معاها قبل ما نطلع الفاصل عن كتير من الجوانب اللي ليها علاقه بالنادي الاهلي كرويا، كان كلامنا الى حد كبير. تعالوا بقى نروح لرمضان والنجمه ندى بسيوني، ورمضان شامل بقى طقوسه، مسلسلاته، لو ليكي برضو اي تعليقات على المسلسلات، بتتابعي حاجه معينه السنه دي ولا لا؟ رمضان بالنسبه لي انا دايما بحس ان هو وش الخير في الحقيقه، من اول بداياتي يعني. جميل. دايما الاعمال كلها الحلوه كانت بتتعرض في رمضان ولا زالت. رمضان يمكن السنه دي انا ما عرفتش استمتع بيه عشان بصور مسلسل، بطولتي مع ايمن عزب، شريف خير الله، استاذ صبري عبد المنعم، عنبر، وفاء سيف، مجموعه كبيره كده، وهو مسلسل سسبنس وحاجات كده. فمسلسل مجهوده النفسي والعصبي والجسماني، لانه فيه اكشن وضرب وحاجات كده. لا ما تقوليش بقى هتضربي حد؟ لا انا بتضرب بس ليا مشهد هنتقم، فانا بقول لهم ايه المشهد بقى اللي انا هنتقم، اللي ضربني وقعني وخبط راسي في البتاع وزرقني وبتاع، من فضلكم تعملوا لي فيه قلم، لان انا بجيب يعني بجيب بلطجيه وبروح اجيب للجمهور الاهلي ونيجي. فقلت لهم من فضلك، وهو زملكاوي الواد اللي عمل كده، بس معلش يعني ما علينا اصحابنا. فبقول لا بس هم الحكايه فيه يعني احنا بنهزر، لا اهلاوي وكل حاجه. فرمضان السنه دي انا ما عرفتش تشوفي بقى حاجه، يعني ما عرفتش ابقى مع اهلي واخواتي وحاجات كده. يعني غصب عني بنقعد طبيعه الشغل ما فيهاش مشكله طبعا. ما تابعتش حاجات كتير يعني، يمكن شفت حاجات من الاختيار حلو قوي، شفت حاجات من الكبير قوي عشان بموت في احمد مكي، كمان يجنن. جميل. حلو قوي. خالد النبوي عمل حاجه حلوه يعني، شفت مقتطفات هقعد اتفرج عليها بعد كده. بسطنا ان كان في ريحه اسامه انور عكاشه، رجعنا نشتمها مره ثانيه في رمضان من خلال راجعين يا هوا. لا وخالد ممثل سهل الممتنع، راجل متعلم كده، عشان احنا كنا في المعهد مع بعض. لا هو فنان جامد قوي. ما طلعتيش في اي حاجات اسمها مش مسابقات، البرامج اللي اسمها ايه؟ برامج المقدمه والكاميرا الخفيه. لا لا في الحقيقه. ولو طلعتي مره مثلا؟ انا طلعت مره، طلعت مره بس انا يعني بصي ما قررتيهاش. لا ما قررتهاش، وما بحبش البرامج كمان اللي فيها يعني بيلعب على حته كده معينه، ما فيهاش حاجات لطيفه مع الجمهور. ما بقى ده احنا في شهر كريم يعني لازم يكون. وبعدين احنا بنعلم الناس ايه يعني، لما تدخلي في تحدي وتبقي بتقولي كلام وحش، ومثلا المذيع يضطر يعني يخلي الضيف قدامه يضطر يغلط فتترفع عليه قضيه، ايه المناظر صحيح دي؟ يعني مش صح، ما بحبش. لو ما كانش رمضان ده، لو ما كنتيش مشغوله فيه للدرجه دي وتصوير مسلسلك، في الظروف العاديه في رمضانات سابقه لما ما كانش عندي فيها تصوير، هل ليكي طقوس معينه؟ يعني ايه اللي بيختلف حتى في شخصك في الشهر ده؟ هقول لك حاجه، انا مواعيد نومي هي انا بصحى الفجر، حتى في رمضان بصحى الفجر. بتصحي الفجر وتكملي؟ واكمل. دي نقطه صعبه. واكمل يعني هو ده الترتيب بتاعي. بفطر ما بتسحرش نادرا، لان غالبا بصحى على الفجر على طول. فما يعني ما بلحقش السحور. بس هو ده السيستم بتاعي. بس في الفطار بفطر يعني باكل كويس، واكل حلويات، كل يعني بيبقى الشاي اللي باللبن والشاي الاخضر والقهوه كلهم جنب بعض، والحاجات الحلوه الكنافه ولا بتاع حاجات جنب بعض، والفطار عادي يعني فطار. مش يقول لك اصل انا بحب افطر خفيف، لا انا بحب افطر. انا زيك حته السوب بقى شوربه وبتاع في الاول، لا يعني مكرونه خضار رز. يقول لك انا ما باكلش كويس على الفطار ازاي يعني؟ لا يا جماعه ازاي؟ بس ما باكلش تاني بعد كده. لا انا باكل برضه مع السكر. لا مش باين. والله لا هي عارفه، لو بتاكلي لما تاكلي وجبه متكامله ما تتخنيش. كمان لانك اكلتي الوجبه المتكامله وما تسحرتيش بقى خلاص. فعدد الصيام، في ناس بتعمل ريجيم بساعات الصيام.
يوم الحد اللي فات يوم الحد اللي فات في الحلقه انها ود كانت جايه خائره في القوه بالمعنى الحرفي للكلمه. وده كان موضوع بالنسبه لي كان غامض لغايه لما هي يعني من نفسها صرحت بالسبب اللي ورا الخمول ده. قالت لك ايه؟ قالت لك كان في برام رز معمر نازل للترابيزه. حلو. يعني البرام كان جواه ايه بقى؟ لحمه ولا فراخ؟ بس البرام بقى ده لما يبقى جواه سمين ولا حمام ولا لحمه ضاني مثلا؟ بس هو الطبخ بالمناسبه ولا ايش طبعا مثلا ده شغل مختلف. جدا بتجيدي يعني لا حاجات. لا وبقول لك ايه، برام وعكاوي وحاجات كده. الله يعني الله. انا النهارده عامله عكاوي في البيت ما شاء الله. جميل. فطار عكاوي وعكاوي. لا عكاوي بالباميه يعني بالخضار يعني. اوكي. عادي حاجات بسيطة كده. أنا فاكرة من سنة كنت معانا وقلت هتعزميني أنا شخصيا وما عزمتنيش. أنت قلتي لي هجيلك أنت اللي ما اتكلمتي. طب ماشي أنا جاية. طيب ضحكة مش ممكن معلش. لا اضحكي براحتك. والله من حقنا متأهلين وإن شاء الله. حد يقول لي بس هبقى ممثل لو ضحكت ضحكة تانية غصب عني يعني. ما علينا. طيب عايزة أروح معاكي شوية لنادر بسيوني، فكرة هنا الأعمال بقى بتاعتك. في رمضانات فاتت كانت ندى بسيوني يعني زي ما بتقال كده في كل رمضان معانا ومسلسلات ومصر كلها بقى. ايام ما كانت مصر بتقعد هو مسلسل او اتنين ما بيتغيروش، ولما بيبقوا بيتذاعوا مصر كلها قاعده في البيت بتتفرج. خليني اروح معاكي للوقت ده، وبعدين دلوقتي لو نعمل نقله للدراما الحاليه ايه الفرق؟ وفي نفس الوقت هل بتشوفي ان الدراما والكتابه تحسنت ولا زمان كانت مختلفه برضو؟ ايه رايك بقى في السؤال ده؟ لا سؤال قوي. سؤال قوي يعني. زي بتاعت المهارات الفرديه. الحمد لله يا رب. الفاينل تاتش مش موجوده. نفس السؤال اللي في اول الحلقه سمعت. بس كان حلو. كان حلو بس ما تجاوبش عليه. عايزه اقول لك زمان يعني انت لو بتتكلمي فتره الهوانم. طب اللي ما كانش فيه مسلسلات كتير، لكن من بعد الهوانم ده لسه لحد دلوقتي الناس بتتفرج عليه على اليوتيوب. لا طبعا بيحبوها الحمد لله. مش الهوانم بس، كل قطاع الانتاج كان بيعمل اعمال رائعه لما كانت الدوله بتنتج. انتاج الدوله يعني تصدير ثقافه. ما انت الثقافه دي عشان انت تعملي ثقافه في مجتمع مش لازم تكسبي فلوس. ومع ذلك بيكسب. ده انت تدفعي فيها فلوس. ليه؟ لانك بتبني مواطن. صح. لما رجال الاعمال تحكموا شويه في الاعمال ما بقوش بيفكروا فيما يقدم او ما ينفع، لكن بيفكروا هيكسبوا ايه؟ المردود الاقتصادي لهم. وعايزه اقول لك زي ما في الكوره ما فيش حاجه اسمها مش مهم الاداء المهم النتيجه، ما فيش حاجه اسمها ده انا مع العكس. انا احب الاداء. لا ما هو الاداء كويس هو اللي هيجيب لك نتيجه حلوه. لكن تادي وحش وبعد كده هتعملي باتشر وهتكسبي يعني ده حظ بقى.